أغلبها مصدرها جينا اليوم نشرح بعض العمليات اللي قايمة بهم الدولة. العملية الأولى وهو الإحصاء العام للفلاحة، والعملية الثانية وهي المنصة الرقمية بالنسبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. المزارع النموذجية تبقى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، وخاصة لتخدم المواد الاستراتيجية كزيوت، زيوت الطاولة، كأشجار الزيتون، وكالبقوليات اللي أصبح مشكل في البلاد، قضية الحمص والعدس واللوبيا اللي رانا نستورد فيها. ولذا السيد رئيس الجمهورية أمر بهذه المزارع النموذجية تتخصص لهذه المنتوجات الاستراتيجية.